لو ردت يا حسين افصل لك ما صايب هالسف لو ردت يا حسين افصل لك ما صايب هالسفر يوم ما يمكن اعدد يا شهيد ولاش ذاب جسمي من السارة ذاب جسمي من السارة ونعمت عيني من السهر هضمني ابن زياد يا ابن امي وشهرني بكوفيته خويا 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 حالنا يا حسين حالك شرع على ذيك الهزة هاي متعوق جملها وذيك طاح لها طفل حالنا يا حسين حالك شرع على ذيك الهزل هاي متعوق جملها وذيك طاح لها ذيك شال الضعن عنها وتركض بتالي الرامي والضارب من غير فاصل والقلوب مفتتة خويا 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 كم سوق دخيلتها وكم مدينة وكم بلد وجيت بيتامك على قبرك ولا لي جلال خويا كم سوق دخيلتها وكم مدينة وكم بلد وجيت بيتامك على قبرك ولا لي جلال وتدري بركوب الجمل وتدري بركوب الجمل ينحل يا خويا للجسد وين ابو فاضل كفيلي وصلون الحفرة وين ابو فاضل كفيلي وصل خويا 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 يا ابو فاضل وش تقول لاخوها طلعوني من خدوري يا اخواتي وذاك الدلال للمذله والهضم والضيم وركوب الجمال جيت والله مأمنة جيت والله مأمنة وحولي من أخواني أبطال ما دريت الدهر يفجعني بأخويا وعزوته خويا 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 زينب تفصل بهالارض عباس قطع جفوفه وطاح العالم بهالارض عباس قطع جفوفه وطاح العالم بهالارض شيخ العشيره استخرج وقلبه بسهم بهالارض عباس قطع جفوفه وطاح العالم بهالارض شيخ العشيرة استخرج وقلبه بسهم وتدري وش المصيبة الأعظم على قلب الحسين؟ اسمع هذا البيت بهالارض هجموا علينا وشتتونا من الخيام
والولي مروي وعينه تشوف حالة نسوته. خويا 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 بهالارض عباس قطع جفوفه وطاح العالم، بهالارض شيخ العشيرة استخرج وقلبه بسهل، بهالارض هجموا علينا وشتتونا من الخيم، والولي مرمي وعينه تشوف حالة نسوته.